السلام عليكم اخوتي، كنبغيو التحيات ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده في الخارج كنبغيو لها التحيه ديالنا من هذا المنبر. كنبغيو التحيه ديالنا لجميع العرب والمسلمين اللي كيشهدوا بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله الحبيب، كنبغيو لهم التحيه من هذا المنبر هذا. واليوم اخوتي غنعاود لكم واحد القصه مني كنت باقي صغير، فين خلقت وفين ترعرعت وفين كبرت وفين سخنوا لي الكتاب وفين تأثرت الحياة ديالي وفين عدي علي حياتي في هاد الحياة اللي غادي نوريكم دابا وغنعاود لكم عليه. خلقت اخوتي في واحد الحومة شعبية، وهاد الحومة الشعبية بحال اللي كنقولوا حنايا فهمتي في ديك الشوارع، ماشي انت كتعرف واحد الحومة السمية ديالها الطالعة، وهاد الطلعة هادي فيها عنخلق وعنتربى ومنا عاد يدعي لي الحياة ديالي هنايا، منا عاد يمشي للسجن، وأول مرة منا عاد يمشي للسجن هاد الحومة هادي. مني خلقت فيها أخوتي ما غنعاودلكم، مني بديت كنعقل الحومة كنت كتبنا الحومة بشكال، وحنا في الصغر ديالنا الحياة كانت بشكال ماشي بحال دابا، الحياة كانت كتبان واخا بسيطة كتبان جميلة وكتبان مزيانة، الجيران مع بعضهم، الحباب مع بعضهم، وباقي النية وباقي المعاملات مع بعضهم، الناس كتعامل مع بعضها ما كاينش مشكل. دخل من هاد الدار ما كاينش مشكل، خرج من هاد الدار ما كاينش مشكل. المرأة كبيرة كنعيطوا لها الوالدة، الراجل كبير كنعيطوا له الوالد، العائلة البنت اللي كانت جارة ديالنا أو بنت الحومة ديالنا عندنا بحال ختنا، فهمتي يا خوتي؟ وتربينا على هاد المبدأ هذا وعلى هاد الحياة هادي في الصغر ديالي. هانتوما عارفين اخوتي ما نكمل لا قرايه لا والو، من ظروف عائليه وانتوما كتعرفوا بزاف ديال المجتمع وبزاف ديال الناس كيوقع على هاد الحادثه هادي اللي عاد وقعت لي انا في حياتي. الصور ديالي ما عطاتنيش لا قرايه، عندي انا قلت لكم في الحلقات اللي فاتوا عادي نبدا شويه نتبع مش بحال هذا، غادي نبقى نمشي مع الاب ديالي التجاره. هاد الحومه هادي بالذات اللي كنسمعوا ملي كنا كنسمعوا شي واحد داعم ديال الحبس كيجينا غريب بحال الا مشى ما يرجعش من الدنيا، عام كيجينا غريب ديك عام ديال الحبس وكدا وهادي، وكدور الهضره بديك الحومه واحد الشيء كبير بحال عندنا كلشي ديالنا بديك الحومه، عندنا الصحف ديالنا والنميمه ديالنا وكلشي ديالنا بديك الحومه كدور بديك الحومه. وانا باقي صغير ما خليت ما عملت انا في الصغر ديالي، من ديك 7 سنين فوق ما خليت ما عملت حتى تبليت باقي صغير تما بديك الحومه. مني تبليت باقي صغير واحد الليله كنا قصارين واحد العرس انا وشي الدراري، واحد صاحبنا سمعت يقول لك هو وصديق ديالو جابوا واحد القرعه ديال الخمر، وكان ديك الخمر ديال اسبانيول كيسميوها الكونياك، جاب ديك القرعه ديال الخمر وحنا في 6 ولا 7 بينا ولا وقاك يا خوي، جاب واحد القرعه كوكا كبيره الدجاج وبقاك يا خوي الدراري، شربت معاهم شي 3 ولا 4 ديال الكويسات صغار عايده ماشي، وطشت وتربجت ديك العرس وما بقيتش كنعرف وانا باقي صغير باقي صغير. اول مره في حياتي كنقول لك حديث الخمر بدوق من ديك الحومه، وما بقيتش كنعرف، وبقى كيبان لي غنطلع في الحيط وما نعرفش غنعمل وما ما نعرفش انو كذا، ديك الشيطان اللي لبسني وكذا هادي ما نعرفش انو باغي نعدل انا وباغي نتور وباغي كذا، والدراري كلش انو وقع له، فهمتي يا خوتي؟ بقينا شي 3 بينا، تسالى العرس وتسالى كلشي. واحد صاحبنا كان كيكمي السبسي كيكمي السبسي وباقي له كتعرف دابا نص قرعه مشات، 7 الناس ترشوا واللي جان عندنا داك حتى هو ترش، حنا باقيين كاملين صغار، عمر ديالنا ديك 13 14 15 هيداك كبير ديالنا كاع، اي هاديك ترش له الشقاف قال شكون عاد الشقاف ما الشقاف والليل علينا يصبح، قلنا له انت واد مول المحل هذا كانوا تما الموحد بالحومه، والموحد ديال ديك الناس اللي كيكونوا بوحدهم عايشين لا ولاد لا هادي لا والو، كيتسماو كما كنقولوا حنا العزاره، هما ناس كبيبرين كاين بعض منهم كيسعوا نسعوا الله التوبه والغفران، كل واش كيعمل وكل واش كيخدم، كاين اللي كيبيع شي طعام ما حالو مشى كيدوق ديك صاحبي على واحد المحل كيعرفو كيكمي السباسه، دق عليه طنطر طلان طنطر طلان ما بغاش يفتح،
انا قلت لكم اخوتي تربي كربعة كويسات بقى كتبان لي ما كاينش شي واحد يوقفني. اذا هنا الشيطان والصغر وكذا، وهادي كما كيقولوا الصغر حلوه، وراه الصغر كيخرج على مواليه، راه التقدا ديالنا حنا الناس كتكون عندها الشواهد وعندها كذا. شوف حنا الشهاده ديالنا كيفاش بهاد الحومه هادي. ناض صاحبي كيدق على ديك المحل، نوط انا كندق عليه، بقيت كنفرح عليه الباب، بدا كيغوت داخل المحل ديالو، عرفنا حنا بالصوت ديالنا عرفنا هذاك السيد شكون. ما بغاش يفتح وكذا وهاديه، قبطنا عينا من رسو عليه ديك الباب، مشينا بحالنا. السيد ما كانش من العكزين، مشى ديك لارابينا، ديك لارابينا اذا فرعنا عليه المحل ودينا له حوايجو، دينا له رزقو، دينا له هادي وهادي. وهو شكون هاد السيد هذا؟ هاد السيد صديق ديال المرحوم ديال الوالد ديالي الله يرحمه برحمه الله، كيجلس معاه في القهوه وكيجلسوا مع بعضهم. شوف شنو واقع له الوالد، باش باغي ينتقم مني انا، باش كنقول لكم هاد الاحياء الشعبيه فيها شي امورات، فهمتي، ما شي امورات خطيره كتوقع في الحياه البشريه ديال الانسان بدون حساب، عا كيشير بنادم. هذاك ديكلارو جاو في الصباح، طلع نص نهار، حنايا لا تقبطوا علينا 24 ساعه كانوا قبطوني، قبطوني الدراري اخرين فين ما شبروا حتى واحد، اداوني وكذا هادي الدراري كلها فين سلات، واحد مشى للجبال كلها. انت كتعرف ديك الاحياء الشعبيه ملي كتوقع شي حاجه اللي في شي موطا كيعلق اغلبيه كيهربوا للجبل. هذيك الوقت ديالنا حنا حين كنا صغارين، انا يا هذيك عملوني هذا، طلعوني للمحكمه، طلعوني للمحكمه ابتدائيه وكذا وهاديه. الوالد ديالي الله يرحمه كان باقي بحياته صحيح، حنا باقي صغارين، حنا صغار الوالد باقي مزيان، العائله وهادي وصحاب واصدقاء والناس جاو وبداو كيهضروا مع ديك السيد، كيهضروا مع ديك السيد وكذا وهادي. انا ملي دخلت وكذا هادي كيشوفوني كنشوفهم، كنهضر معايا وكنهضر معاهم. كانت المحكمه ابتدائيه بحالها في الزنقه، كتعاود مع العائله وكتعاود مع الناس، وحتى ديك بنادم اللي مديكلاري بيا راه تما. قلت له انا عملت لك شي حاجه وكذا وهادي وهادي، قال لي دابا اللي عطى الله عطاه. هي اللي مشاو كيهضروا العائلات مع بعضهم، دخلوني كانت واحد القضيه مراه، هاد المراه هادي حين دخلوني عليها بقات كتعاود معايا وكذا. قلت لها والله ما عملت له شي حاجه، كنا فعلا قصارين وكذا. واحد صاحبي كيك من كيف ترسلوا الشقه ودق عليه، بقى كيدق عليه بالجهد ديك الباب وهاديه، استغفر الله العظيم، ما دينا له والو، ما عملنا له والو. أيا هاديك كنتفاهم هو والوالد على برا وكذا. هو المشكل شنو واقع؟ المشكل واقع له هو الحسابات، هو المرحوم هو والوالد في القهوة، مع جابتها صدفة هاديك المشكل اللي وقع لي. صدق ديك لارا بينا بتلاتة بينا، صدق عايز سمح لي في المحكمة، سمح لي وكذا هادي المحكمة. المحكمة قبل كانت كدا شي بحال دابا، مني كيجي الضحية وكيجي مثال هذاك المشكي بيكون تا ولا هادي، الهضره الاولى في المحكمه واش تسمح له واش كذا واش هادي، ولد باقي صغير وهادي وهادي وبلا عقال. وانت كتعرف كذا كان كيوقع الصلح في المحكمه ماشي بحال دابا، ما فيهاش يا مرحميني. اي هذيك غنخرج بحالي من تما، خرج بحالي من تما كتعرف، ما كاين والو، ما كاينش اللي قدني، وبحال كنت بصح في الحبس وخرج وانا عارف الكوميساري او مونتيف وكذا وخا وخرج وكذا وهادي وهادي شي حاجه في الصغر. وهذاك على الشيطان، على بنادم اللي كتكون هادي على الحياه ديالو ما عرفاش فين مشات. وبحال اول مره تشبرت الكوميساريه اول مره وطلعت فيها للمحكمه، اذا بنادم شكي بينا رسنا عليه الباب ديال المحل ديالو وشي حاجه، وليت صافي بديت كنبغي فرعان وباغي ما نعرفش شنو، باغي نسيطر، باغي ما بقاتش. دابا القضيه هذاك الوالد وصلوا له باذن هذاك بنادم كان هو فلان وفلان كيشرب، الوالد ما عاوداليش، الوالد ديالي كان انسان مشكال، وما كاينش لا مرحميني حتى هو، والله وحصلتي ولا شي حاجه ولا كذا. الهراوه عنده ما كاينش فيها، اقتلنا بالهراوه الله يرحمه برحمه الله، حتى هو عطانا الهراوه اللي ما كايناش، ما كليناهاش عند المخزن، كلينا عند الاب ديالي الله يرحمه بهاد النار هذا، والله يسمح عليه والله يغفر لجميع المسلمين كبينا اجمعين. اي هذيك قلت لكم في هذه الحياه هذا تما تعلمت بزاف الاشياء، علاش هاد الحي عندنا فيه كل شيء، عندنا فيه جميع الحاجات اللي ما تنواش، عندنا فيه بنادم اللي كيسحر، عندنا فيه بنادم اللي كيضرب الكرطه، عندنا فيه بنادم جميع اللي قلتي كاين في مدينه كامله كاين عباد الحومه.
شي دابا الا مشيتي لشي مدينه، مدينه كامله عجبرك الطريف فيها هاد الحومه، عندنا كلشي ديالنا كما كيقول، امور ديالنا كامله، شنو الحومه مامنه ما كاينش فيها. انا قلت لكم الراجل الكبير كنعيطوا له الوالد، المراه الكبيره كنعيطوا لها الوالده، البنت الحومه ما عمره يغيرها شي واحد، ولد الحومه ما عمره يغيروا شي واحد، هيدا تربينا اخوتي مع العائلات ديالنا ومع الحباب ومع الجيران، فهاد الحومه هادي حتى دازت سيدي كما نقول لك، كنكونوا جالسين ما كاينش شي واحد في الحومه يقدر يسرق السيد ولا يسرق المراه ولا يعمل هاد الشيء اللي كيوقع دابا، ما كايناش بنادم براني كيجي عندنا للحومه ما عمرو وقعت له شي حاجه. هاد الحومه الطالعه اللي معروفه مدينه تطوان كامله طالعه كانت بقيمتها، والناس ديالها مزيانين وكلشي ديالها مزيان، والناس ديالها خوتي كاملين كلها في نوشة وعملوا الرزياق ديالهم. دابا في هذا الوقت هذا اللي كنعاودوا لكم الناس ولات فيها شي حاجه اللي ما عرفتش نقول لكم، هاد الحومه هادي اللي كنهضروا عليها دابا خوتي، وهاد الحومه فيها بيع يوقع لي المشكله انا وعض علي حياتي، ما كملتش انا قلت لكم ملي دخلت الدخله هادي وخرجت برعنت، بقيت داخل عليها كنقصرو كنودي وانا باقي صغير، ما خليت معمد، كندبر نار ديالي كنبيع عشري، كان المارشي في وسط المدينه، كان المارشي ديال الخضره في وسط المدينه، عاود كنعرف المحطه وكذا واديه، تربيت وسط المدينه، ما خليت معمل داخل المدينه، وكان الفدان، وهاد الفدان هذايا راه ماشي هو الفدان دابا، الفدان القديم، فيه كنا كنصبحو جالسين وكنقصرو وكنعملو بزاف ما يتقال، هاد الفدان هذا كان شابر بين مصلى والملاح والطلعه والطرانكات وجميع الاحياء وجميع البلاصه كيجينا هاد الفدان هذا، ولا تبع لك شي واحد من العائلات كانوا كيجيو قبل ما كانوش التليفونات او كانت شي حاجه اخر، كانوا على البريات، ومني كيجي للمحطه تما كيعرف العائله ديالو فين عايش برا، وهو الفدان الصور ديالنا، وهاد الفدان هذا تما كنجلسو، وتما بديت كنتعلم نشرب الخمره انا ملي بديت كنفات شويه، وتما بزاف ما يتقال، وليت كنعمر الشارع في الحي ديال مولومينتر، شارع ديال مولومينتر قدام بريسيبي وناسيونال وكذا، الشارع هذا مولومينتر تا سينما ديال اسبانيول، سينما مولومينتر تا سينما ديال اسبانيول، هاد الشارع هذا فيه معمر وفيه مدبر وفيه بيع شاري، ومورا مولومينتر كاين المارشي ديال الخضرة، ماجي هايداك مارشي ديال الخضرة ماجي بريسيبي تا القاع ديال اخر ديال اسبانيول اللي هي المحطة والبلاصة مدينة وكدا وهادي، وتما عايشين ريض عشاق باقي غابة مشدود، إلا دخلتي ريض عشاق بحال دخلتي لامازون، هادي هي مدينة تطوان اللي عشت فيها حياتي والصغر ديالي، وما عرفتش راسي كيفاش وقع لي. علاش كنقول لكم اخوتي الشباب بنادم يرد بالو، سخنوا الكتاب ودينا كنعاولوا، انا قلت لكم شربت ربعة كويسات دبينو، بدا كيبان لي ما يتقد عليا حتى واحد، وحتى واحد ما كاينش صافي باغي نطير، فهمتي اخوتي، وبقيت ماشي هيداك، بقيت ماشي بديك السيستيم هيداك، معمر السينما وبايع شاري ومدبر وكذا وهادي، وكنطلع من الدار، كنطلع من الدار اخوتي شنو تنقول لكم، باقي صغير وماسك عليا الله وكذا وهادي، زعما واحد الشيء اللي ما يتصورش، الوالد مسكين الله يذكره بخير مني تا بهاد القضيه بحال هادي، شنو عمل؟ عمل دار اخرى بإذا عيجرنا من هاد الدار هادي اللي فين خلقنا وتربينا في الطلعه، عملنا بواحد الحومه اخرى، وحنا باقيين ساكنين في هاد الحومه هادي. المهم بقينا هنايا، عندنا دار هنايا وعندنا دار هنا، دار كتبنا هنا ودار حنا باقيين ساكنين فيها، وانا السيستيم ديالي انت كتعرف على القصاير وكدا، انا قلت لكم الديوانه وكدا ما عنديش شي حل، كانوا باقيين ديك الساعه داك النصارى كيجيو بزاف وهادي، ما خلينا ما عملنا، علاش انا قلت لكم هاد الحي هذا السوق الفوقي النيارين طرانكات بزنقة مقدام غرسة كبيرة الصياغين الخرازين دار الدباغ بمقابر، هاد الجهة هادي كاملة كبرت فيها باقي صغير، والرواج وكالنيارين فيها أي حاجة بغيتيها، كتبداها من الطريف من الكيف أي حاجة بغيتيها، النيارين كانت مشهورة في المغرب كامل، هاد الحومة هادية بالمخدرات وكدا عا بالكيف والحشيش، باقي ما خرجت فيها المخدرات الصلبة وهاد كدا والخمر، الفدان بغيتي الخمر اللي بغيتي كاين فدان في مصلى في هادية في تطوان، الخمر ديال برا
ديال سوتا وكدا وهادي ديال برا كيبيعوه تما الدراري. اي حاجه بغيتيها كاينه في تطوان، الممنوعات كامله كاينه في تطوان. المهم طلعنا هيداك صغارين مع هاد الجلاده وكدا، هادي حق باقي الاحترام، باقي الاحترام وباقي كلشي، واقف الزام ما يتقال اخوتي. كتعرف كوميساريه وحده ديك الساعه كانت في تطوان، باب التوت، هي الكوميساريه السونترال ديال تطوان، هي باب التوت. هذه هي الكوميساريه الكبيره اللي كانت الصور ديالنا، هي باب التوت، وهي اول كوميساريه اللي دخلت لها في حياتي انا. قلت لكم هي باب التوت، ما كاينش شي كوميساريه اخرى. كانت باب العقله سيدي فرنش، وكانت باب التوت هي السونتر، هي كتسمى الكبيره ديال تطوان، هي هذه اللي باب التوت. وحنايا مهيطين، كتعرف تطوان ديك الساعه داك على حلاوه وعلى حياه وعلى هادي، واحد الشيء اللي ما يتصورش، واحد الشيء اللي ما يتصورش اخوتي، ماشي بحال دابا. دابا اخر مابقاش كيحشمو لا من والديهم ولا من عائلتهم ولا من كدا. ما عمرنا وقفنا حنا شي واحد عام الناس، وصاحبو دبابا كنعيطلو عمي، وصاحبو دبابا كنعيطلو عمي. وباش ماشي نقول لكم اخوتي، صاحب تاد الوالده بحال خالتي، خالتي ولا هادي ما كاينش. العائله بنت جيران اختي، واحد الشيء اللي ما يتصورش. اخا يا صاحبي عايده، وهي تجي اخوتي شحال نقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله، وحنار في ايام الله، باش تعرفوا الدنيا كيفاش كتبدل وكيفاش هادي بدات داخل الامور. جات ديك الثمانينات 81 82 الامور كتزيد ويا كد، هذاك الشيء اللي ما يتصورش فهمتي. كنا كنمشيو نبحر وكنضربوا 3 شهور ديال الصيف، كان كيبان لي داك الشيء خطير، وكنمشيو مع الجيران، والله العظيم لا كنمشيو مع الجيران بحال مع العائله، عام عاد جيران، وكنشبعو بلايا وكنشبعو حياة وكادا وهادية، واحد الشيء اللي ما يتصورش. دوزت انا مونامورد واحد الشيء حياة فهمتي، حتى انا حبيتو تحبيت في الصغر، حتى انا طيشت، حتى انا ما خليت معمل، حتى انا مشيت لمودون خويت وتاريت المغرب، ما خليت دار بيضا، ما خليت فاس، ما خليت مكناس، ما خليت مراكش، ما خليت طنوطة في المغرب. كنا صغارين وكنخرجو للكورة وكنخرجو مسافرين وكنخرجو ايضا نطيشو، ما خلينا يفران، ما خلينا اكادير، خلينا طامو طاع في المغرب اخوتي. وتساريت وشفت بعيني وشفت ناس وشفت كدا، ولو انسان بسيط. حنا قلنا لكم بسيط، بنادم خلق عاد حي شي عبيد، ماشي شي، ما نكذبش عليكم نقول لكم راه حنا غنيين او لا اغنياء، ما الغني على الله سبحانه عز وجل. علاش كنقولوا لهاد الشباب هذا بنادم خصو يرد باله اخوتي في الحياه؟ وعاد كانوا الناس القدام الله يذكرهم بخير في هذا النهار هذا، وخا حنا كنعملوا شي مشكله، كيرغبوا عليك الجيران، كيرغبوا عليك الحباب، كيرغبوا عليك الاصدقاء ديال الوالد ديالك، الوالد ديالي كان قاصح، كيرغبوا هو ويقولوا له حاقه بلا عقال، بنادم باقي انت كتعرف، بنادم بلا عقال سن مراهقه وكذا وهادي، وحنا بحال حلوب، وكيقولوا له باقي بلا عقال سن مراهقه وكذا وهادي، وباقي دابا يشرب عقله، دابا يترسلوا راسو. هذه هي الحياه اللي كانت لعبه قبل، هذه هي العائلات، عائلات بلا عائله، وما هاد الجيران وهاد الحباب وهاد الناس اللي عشنا معاهم اللي باقي بالحياة الله يذكرو بخير في هاد النار، واللي مات الله يرحمو برحمة الله، عشنا معاهم وكلينا وشربنا في ديورهم، ما خليناش الدار، كنا كندخلو الدار بحال الدار ديالنا، وهي دار عادر الجيران، من قوة الاحترام وتربية حسنة، وكنعرفو شكون هذا وشكون هادي وشكون هادي، كنا كنمشيو عارفين اش كنعملو، ماشي بحال دابا اخوتي. دابا لا اله الا الله كنسمعو شي حاجات خطيرين وغريبين، ولينا كنسمعو بنادم اخوتي راه كيتعدى على الوالدين ديالو، كيحقرهم وكيحقر عائلته وكيحقر يماه وكيحقر باباه. علاش هادشي هذا ما كانش احنا في الصور ديالنا اخوتي؟ احنا في الصور ديالنا هذا ما كاينش، وما يلعبش هادشي هذا معانا في الصور ديالنا، وما يكونش معانا هاد السيد هذا ولا هاد الانسان هذا. علاش؟ هذا هو المرضي، اكبر مسخوط كنعيطوا له حنا المرضي، اللي كيعمل مع الوالدين ديالو التصرف بحال هذا، فهمتي اخوتي الشباب؟ وهاد التصرف بحال هذا اخوتي من كثرت مخدرات الارض، ديك الوقت كان عاد بينو، كان عاد بينو اخوتي، عاد بينو الكيف. وجات الحشيش ديك السبعينات، بنادم بدا كيبوق كما كنقولوا حنا، مبوق وكاع ما مسوق، عاش جوانات ولا تدرالح ديال الكيف وكذا، وبنادم غادي خرج القرقوبي معاها، بنادم نقولوا شويه الحق مني، خرج القرقوبي وكثر، وخرج بالماركات، وخرج بزاف الاصناف ديال هذا القرقوبي، خرج بزاف الاصناف وكذا، ودخلت مخدرات الصلبه وهادي. بدينا كنسمعوا بنادم كيقتل والديه، كيقتل عائلته، هذاك قتل ولد عمو، هذاك قتل عمو، هذاك قتل خا، هذاك قتل يما، هذاك كدا. هي هاد المخدرات هادو اخوتي، بنادم كيديولو العقليه ديالو،
كيديروا العقليه ديالو الاكثريه. حنا في الحبس اخوتي باش نكونوا واقعيين اخوتي الشباب، في الحبس اخوتي ما عمري جبرت شي واحد شي ولد فلان او فرتلان او شي حاجه ناس اللي ماسك عليهم الله في الحبس. راه الاغلبيه عارف وقار، عن الناس اللي ما عندهمش العقل بالعربيه، عن الناس اللي ما كتعرفش كيفاش تمشى في الحياه ديالها هما اللي معمرين الحبس. راه ولد فلان ولد فلان وكذا، واخا غلط غلطه كيقدروا يعدلوها له فرد سرد ما عمره كان تما. حنا كنعاودوها، حنا واخا كيغلطوا الغلطه وكما كنستافدوش منها، استافدوش غلط يوقع اللي يوقع وربي ينجحك او فكك من ديك المشكل، ما كنستافدوش من هذا مجمع راسو كما كنقولوا باللغه العربيه، كنبقاو ماشيين فيه حتى كنطيحوا الاولى والثانيه والثالثه وكنقولوا شنو وقع لنا. راه بنادم خصو يثبت ويعرف راسو فيه كيزطن، وما تنزل رجلك تعرف فيه كتنزلو. عباد الله راه الحبس ما عمرش بالناس اللي كنقولوا لكم، راه عمر عبد الدراوش، الدراوش عنا وفقراء وكذا وهاديه. الناس اللي مسك عليهم الله، انا قلت لك واخا كيغلط غلط راه داغيا كيرجع، داغيا طان طان كيعدلوها له وكذا هادو، يفتحوا له عينو يفتحوا له عقلو فرد ويخويوها كاع من المغرب، ويمشي يعيش مطاع اخر، ويمشي يتربى مطاع اخر، ويعاود كذا واخا يعيش معاك المغرب. والله ما تقول هذا هو اللي وقع له المشكل ولا دخل الحبس، ما يضربش معاك صافي، الناس داغيا كتعدل. فهمت يا خوتي الشباب؟ وردوا بالكم، بنادم يستافد من الاغلاط ديالو ويستافد من الحياه ديالو. راه شوف الحياه ديالنا كيفاش كنعاودوها لكم، خلقنا بحال شعبي وحنايا عايشين، فهمتيني؟ راه بحال بحال بنادم خصو يعرف كيفاش كيتمشى وكيفاش كيمشي يا خوتي. وسمحوا لنا بزاف وباقي ما يتعاود، محمد بن الحاج الضبيه دير ابوني ودير جيم وباقي ما يتعاود، حنا قصارين مع بعضنا، فهمتي؟ بقى الحياه راه كدا وخمسين سنه ضربناها بالعذاب والالم، مني كنا باقيين صغار وحنا كنتعذبوا وحنا كنعاودوا، وما عاد تقاد شي عايده او لا عاد مشي عايده. باقي اخوتي بزاف ما يتقال، بنادم عايز يتزوج وبنادم عايز يوقع وبنادم خصو تا هو يتزوج ويعيش وكذا، وهذه هي. والحلم هو الحلم اي مخلوق، اي واحد كيحلم يكون بخير، اي واحد كيحلم يكون شي حاجه بالارض، اي واحد بحق يرد باله، يرد باله اخوتي. كاين بعض الناس الشعواده بالارض واللي كيشعلوا الميتشات كما كنقولوا بالدارجه، واللي كيفتنوا بنادم مع بعضو. وردوا بالكم اخوتي، ردوا بالكم اخوتي الشباب، وسمحوا لنا بزاف، وعاش الملك.